السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اماں فارہ کے آج کے سبق میں ہم سورۃ المطففین پڑھیں گے، توجہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المطففین مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين
وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. تو عزیز طلبہ آپ اس سورت کو اچھی طرح سنیں سمجھیں سمجھ کر پڑھیں, تجوید کے تمام قواعد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ پاک ہمیں جلدی سے جلدی تجوید کے مطابق مکمل قرآن پاک صحیح صحیح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.